بعزيمة الشباب العماني وتضافر جهود مختلف المؤسسات والقطاعات المجتمعية، تحولت حارة العقر العتيقة في ولاية نزوة بمحافظة الداخلية من أطلال الماضي إلى ثروة تنبض بالحياة، مستعيدة عراقة تاريخها بطرزها المعمارية وتقاسيمها الهندسية البديعة، لتصبح أيقونة سياحية عامرة بالمشاريع الاستثمارية المتنوعة التي نفذها القطاع الخاص وتجاوزت تكلفتها 8 ملايين ريال عماني. واحدة من أسرار النجاح هو التكاتف المجتمعي قبل أن يكون هناك تكاتف أو تعاون أو دعم مؤسسي رسمي حكومي. لا شك مثل هذه الحارات هي حارات متقاطعة، هناك مجتمع، هناك ثقافة، هناك معتقدات، هناك عادات وتقاليد، فلا يمكن أن تكون في يوم وليلة تستطيع من تعديلها وتغييرها، خاصة إذا ما كانت هذه الثقافة هي متأصلة أبا عن جد. تضم حارة العقر اليوم 20 نزلا تراثيا بمعدل 200 غرفة، تقدم خدمات سياحية للسياح من مختلف دول العالم، كما تحولت بعضا من بيوتها القديمة إلى 22 مطعما ومقهى مختص تدار جميعها بأيدي الشباب العماني، لتوفر لهم نحو 300 فرصة عمل مباشرة. الاستمرار في إقامة المناشط والمشاريع، نحن مقبلين أيضا على افتتاح حوالي 10 مشاريع جديدة، مشاريع نوعية. كذلك المشروع الأبرز عندنا هو استكمال ترميم سور العقر، اللي هو أصبح قبلة للسياحة الداخلية، خاصة أنه معلم فريد لا يمكن حتى أن يتكرر في أي مكان آخر. كذلك توافد عشرات إن لم يكن مئات الشركات الخارجية إنها أيضا تسير رحلات لسواحها في حارة العقر، واستقبلنا قبل أسبوع تقريبا حوالي أكثر من 30 شركة أوروبية ترغب بزيارة الحارة. تعتبر حارة العقر أيقونة سياحية عالمية، وهي مقصد سياحي لكثير من السياح، وخاصة في فترة الشتاء. ما يميزه هو الماضي، عبق الماضي بفكرة الحاضر اللي صار فيها تطوير. أنا أزور حارة العقر مش عشان أرى الأبنية اللي موجودة، أنا سياحتي في الأفكار، أستلهم من الأفكار اللي موجودة اللي قام الشباب باستنهاضها. الحارة المتصلة بقلعة نزوة التاريخية تشكل مساجدها العريقة وسورها الفريد أيقونة الجذب السياحي، فيما أضفت 3 متاحف أهلية بعدا جديدا للسياح القادمين للحارة، في مشهد يعكس حسن توظيف المعالم التاريخية وتحويلها إلى رافد اقتصادي. بعد أن كادت تصبح أطلالا من الماضي، تمكن شباب ولاية نزوة من تحويل حارة العقر التاريخية إلى وجهة سياحية جاذبة ورافد اقتصادي واعد، ووفرت مشاريعها المتنوعة فرص عمل لأبناء الولاية. سعيد بن الذيب الهنائي، محافظة الداخلية، ولاية نزوة.